قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. أولى العقوبات فيما يخص تسريب الامتحانات والغش. أردوغان يهدد فرنسا باستعمال الجزائر، وهذه التفاصيل. وزير يدعو إلى وضع بوتفليقة في دار العجزة. قضية كبيرة في شلف تخص 40 إطارا، وهذه التفاصيل. فاروق شعلي، الجزائر تستهدف التصدير إلى الخارج ويجب أن نساهم في ذلك، خاصة السوق الإفريقية. كما نذكركم إخوتي الكرام فقد قمنا بفتح قناة رياضية مختصة في كرة القدم، تجدون رابط القناة في الوصف والتعليق المثبت، ادعمونا بالاشتراك فيها، ربي يحفظكم. شرعت المحاكم الجزائرية في إصدار أولى العقوبات الحبس النافذ وغرامات مالية كبيرة ضد الغشاشين خلال الامتحانات الرسمية بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة البيام ونشر الأجوبة عنها. ووفق بيان وزارة العدل فإن العقوبات تم النطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحان المتوسط في عدة ولايات أبرزها قالما. وأوضح البيان أنه بتاريخ 8 سبتمبر قضت محكمة الجناح بقالما على أحد المتهمين وهو طالب ثانوية بعقوبة سنة حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة نافذة بتهمة نشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به، بينما محكمة المسيلة أمرت بوضع متهم آخر رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع العربية باستعمال الهاتف النقال. القضية تم تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر 2020. وفي ذات السياق تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة تعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصيا داعيا من جهة أخرى اليونان لعدم سلوك طرق خاطئة. جاء ذلك في كلمة له السبت خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر 1980 في جزيرة الديمقراطية والحرية الواقعة في بحر مرمرة. وقال أردوغان: سيد ماكرون، سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا، لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها. وتابع أردوغان: تاريخ إفريقيا هو تاريخ فرنسا، من قتل مليون إنسان في الجزائر هو أنتم، ومن قتل 800 ألف في رواندا هو أنتم، لا يمكنكم أن تعطونا درسا في الإنسانية، عليك أن تعلم هذا أولا. أنا شخصيا أخبرته بهذا، قلت له: انظر، ليس لديك معلومات تاريخية، عليك أن تتعلم هذه الأمور أولا. وأوضح أردوغان أن تركيا لم تقم بسفك قطرة واحدة في إفريقيا وكانت تبحث دائما على أفضل سبل لدعم الفقراء ومساعدتهم هناك. شاركونا إخوتي الكرام آراءكم في التعليقات، خاصة وأن أردوغان أثناء تهديده لماكرون قام بإدخال الجزائر في نص حديثه. حسب جريدة الوطن، وزير سابق يدعو إلى وضع بوتفليقة في دار العجزة، حيث قال وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو: أستغرب سجن رجالات بوتفليقة دون رئيسهم ومدبرهم الأول. بن أشنهو اعتبر المحاكمات الحالية غير منطقية ويقول أن تقديم بوتفليقة لاستقالته دليل على صحته، كما طالب أيضا بسحب امتيازات بوتفليقة وحرمانه من الجنازة الرئاسية. وأضاف أن رموز حكم بوتفليقة طالبوا بإحضار أثناء محاكمتهم الذين صرحوا بأن بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الفساد المالي ونحن طبقنا تعليماته. فما رأيكم إخوتي الكرام في هذا التصريح من الوزير الأسبق؟ شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. استمع قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير لأقوال قرابة 40 إطارا وموظفا في قضية تحويل إسمنت موجه لولاية طمن راست. وأفادت أمس مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف قد أمر بإيداع 6 متهمين الحبس المؤقت في قضية التلاعب بكميات الإسمنت الموجه لولاية طمن راست. ويتعلق الأمر بالمدير السابق لمصنع الإسمنت في شلف إلى جانب مدير الوكالة التجارية ورئيس مصلحة وسائقين بذات
المصنع ومدير إيديمكو ولاية تامراست. أوامر الإيداع جاءت بعد جلسة استماع التي شملت أزيد من 30 إطارا وموظفا في القضية التي تعود تفاصيلها إلى السنوات الأخيرة بعد اكتشاف تورط بعض المسؤولين في مؤسسة إسمنت شلف في تغيير وجهة كميات كبيرة من مادة الإسمنت الموجهة إلى ولاية تامراست، في انتظار مثول العشرات من المتهمين والشهود أمام قاضي التحقيق يوم 14 سبتمبر الجاري في نفس القضية التي يجري فيها التحقيق في قضية التلاعب بمبالغ مالية تفوق 40 مليار سنتيم. أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي أمس السبت أن الجزائر تستهدف تصدير خدمات ومنتجات قطاعه لا سيما للأسواق الإفريقية. وأوضح الوزير في مداخلته خلال أشغال الملتقى الوطني حول إمكانية التصدير في قطاع الأشغال العمومية أن البلاد تتوفر على العديد من مكاتب الدراسات والشركات ذات الكفاءة والتي تصدر خدماتها حاليا، إلا أنها تبقى قليلة وذلك بالمقارنة بالإمكانيات المتاحة. وأضاف بأن هذا الملتقى سيعطي دفعا أكبر في هذا الجانب، لا سيما أن قدرات البلاد أكبر مما نقوم به حاليا، مشيرا إلى القدرات الكبرى للشركات التي أنجزت أشغال طرق وسدود عمالقة وأنفاق تتمتع بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل. وشكل اللقاء حسب الوزير فرصة للتعرف على الإشكاليات التي تعرض لها المتعاملون خلال التصدير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مبرزا أن الصادرات في قطاع الأشغال العمومية لا تزال تعاني من ضعف كبير، الأمر الذي يجعل الضروري تنويعها وترقيتها في إطار أولويات الحكومة. ويرى شيعلي أن بناء اقتصاد قوي ذي مصادر تمويل متعددة يعتبر قاعدة أساسية للمقاربة الاقتصادية الجديدة التي أسس معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي يعمل أعضاء الحكومة على تجسيدها في الميدان من خلال توفير الظروف الملائمة ومرافقة المؤسسات المصدرة من أجل كسب العملة الصعبة. وتابع بأن الحكومة ارتأت بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطرق وضع إطار لتسهيل الخدمات في مجال الأشغال العمومية، لا سيما من حيث تفعيل إمكانيات الجزائر في الميدان سواء فيما يخص الدراسات أو المخابر أو الأشغال في ظل وجود عدة شركات جزائرية ناجحة. وثمن شيعلي التزام أعضاء الحكومة الذين حضروا الملتقى بدعمهم لأهداف القطاع من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات ومكاتب الدراسات للانطلاق في التصدير. وكشف عن لقاء بينه وبين محافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي تم خلاله الاطلاع على المشاكل المالية التي تعرقل هذه المبادرات والتي يتم بحث حلول فعلية لها في أقصر الآجال. كما تطرق الوزير إلى دور التأمينات والبنوك التي لها دور هام في تصدير، إلى جانب دور قطاع التجارة بمؤسساته في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في مجال التصدير. ويتوجب وفق الوزير إعداد دفتر شروط مع التمثيليات الدبلوماسية لتسهيل عمل الشركات الجزائرية في الخارج، مؤكدا أن الدولة ستقوم بالتكفل بالكثير من الأعباء لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات. من جانبه أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن القطاع حاليا دخل مرحلة الجرد للتعرف على المؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية، وتم مؤخرا بوزارة التجارة إطلاق استراتيجية وطنية للصادرات ودراسة إمكانية تمويلها من خلال منتجات الصرف الإسلامية بحسب نفس المسؤول. كما تم بهذا الخصوص إدراج عدة قطاعات في مجال التصدير خاصة فيما يخص مجالات الصناعة الصيدلانية والفلاحة والرقمنة. وبخصوص تصدير مواد البناء قال الوزير المنتدب أن القطاع مرتاح من حيث الإنتاج، مشيرا على سبيل المثال إلى وجود أزيد من 24 مصنع إسمنت يوفر فائضا في إنتاج هذه المادة. إخوة الكرام شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.